اكو موضوع ابو إيه؟ علي اي سيدنا تدري الهوسه للعباس لاهل البيت آه. مع احترام لكل المهاويل مهاويلنا الان موجودين ما اقصد المهاويل القدامى لا لا هسه في زمان الماضي هسه بالجديد مهاويلنا القدامى اول من بدا بالهوسه انا بديت بيها وبدوا بيها المهاويل في خوزستان نعم. خاصة في مدينة المحمرة تحياتي لأبو باقر والله يشافه ويعافي راضي الفيصلي الله يعافيه وكثير من الأخوة الله يرحم اللي سيد طاهر والأخ ناظم اللي الله يرحمه توفوا على الخدمة الحسينية كنا قاعدين ببيت السيد علي العدمان رحمة الله عليه رحمة الله عليه شعراء المحمرة أخوتي وأصدقائي نعم قالوا سيد سعيد احنا بالقصيدة ما نلحقه بس سيد سعيد هوسه ما يعرف يكتب هو اها سيد علي العدماني قال لي شو تقول سيدنا بكلام الجماعة قلت له والله سيدنا انا اقلهم شنو رايكم اذا نهوس ارتجال ايه سيد علي الهوس ارتجال قالوا هذا رد قوي طبعا شو ما يعني ما يقدر يقول قالوا لا احنا ارتجال ما نقدر فقلت له ما يخالف بالورقة والقلم كتبنا اللي اجت ام البنين تقمط العباس ايه قال لها علي قال لها علي فنك تقمطينه شو تقمطين يا ام عباس من عنده يا ام عباس ايه المشرق يسرته والمغرب يمينه لانه بعدين وشلون الكون تقمطينه قالوا تخبروا ايه بعدين اجت هوسه على العليل ايه انت هم تدري العليل إش وقت رد حيله وتشافى من المرض ايه وهوس وحوشي تذبها الله ونهضت الصاح نهض شاعت الصد على الحومة سيف عباس أبو الغيرة رعد بالحومة ولمض وتباهى بعمه ورد حيله الله الله